خليني كمان اخد مع حضراتكم تصريحات مستر روي فيتوريا عن مواجهه منتخب الجزائر بشكل عام وعن فرقه منتخب الجزائر. هو الحقيقه قال كلام يعني اختصاره الشديد ان منتخب مصر لديه شخصيه قويه جدا جدا، وقال ان ماتش الجزائر ماتش قوي. وخليني اقول لحضراتكم قال ايه بالتفصيل. قال منتخب الجزائر يتمتع بعناصر قويه في دوريات مختلفه وعلى مستوى عالي، عشان كده المباراه هتكون مباراه قويه. تركيزنا منصب على المعسكر الحالي والمباريات اللي هنخوضها، ولكن منتخب مصر لديه شخصية وأسلوب معين أصبح يظهر به في المباريات. نريد أن يكون فريقنا يسيطر دائما على الكرة ويخلق فرص على مرمى المنافسين. هو الحقيقة فعلا يمكن مستر فيتوريا من الحاجات الإيجابية أن دايما بيلعب على فكرة الاستحواذ وأن امتلاك الكرة، ودي نقطة مهمة، بس برضو زي ما قلت لكم تبان أكتر لما تلعب الفرق الكبيرة، تقدر تستمر في الاستحواذ، تقدر تحتفظ بالكرة فترات طويلة ولا لأ. وقال بغض النظر عن اختلاف العناصر، يعني هو يهدف ان مهما كان او اي 11 بيلعبوا يكون شخصيه منتخب مصر بيمتلك الكره ويقدر يلعب الكره من رجل لرجل، لان هنا الحقيقه بتبان اكتر خطوره منتخب مصر وبتظهر امكانيات لعبتنا. وقال ان خطه الاعداد قبل امم افريقيا بالنسبه لينا كان مهم جدا خلالها ان نواجه منافسين مختلفين بالنسبه لطريقه اللعب الخاصه بيهم، عشان كده مهم انك تلعب اكتر من مدرسه، سواء مثلا فرق على مستوى عالي او فرق مستوى اقل. وطبعا ده لاختيار منتخب الجزائر، عشان كده تم اختيار منتخب الجزائر والمباراة المهمة، ودي نتيجة معايير معينة للمنتخبات اللي احنا هنواجهها، وده اختيار موفق جدا ما تقيس نفسك على منتخب زي منتخب الجزائر. كمان مصطفى محمد طبعا نجم منتخبنا المصري ونجم نانت الفرنسي اتكلم، ويمكن ليه تصريحات مهمه جدا عن مباراه بكره وعن معسكر المنتخب في الامارات بشكل عام والاستعداد سواء لتصفيات كاس العالم وامم افريقيا بشكل عام. مصطفى محمد قال اشكر دوله الامارات على التنظيم والاستقبال الرائع، وده الحقيقه دايما متعودين عليه من دوله الامارات الشقيقه. مباراه الجزائر صعبه ومهمه جدا بالنسبه لينا، وهي بمثابه قمه عربيه، ويهمنا ان تخرج المباراه بصوره جيده. نحترم فريق الجزائر وتركيزنا فقط على هذه المباراة. فيتوريا بيتحدث معنا دائما ونركز على التفاصيل لتقديم أفضل ما لدينا، ونسعى للاستعداد لتصفيات كأس العالم. نحارب دائما على الفوز كي نصل إلى أبعد وأفضل مرحلة مع منتخب مصر. أفضل شيء أن تظل تتعلم طوال الوقت. مع منتخب مصر أتمنى تقديم أفضل شيء. عندما أرتدي قميص منتخب مصر بحارب بنسبة 300% لتحقيق شيء من أجل منتخب بلدي. نسعى للتأهل إلى كأس العالم 2026 والتتويج ببطولة أمم أفريقيا. نحتاج لتواجد ودعم الجماهير المصرية، وسنكون على قدر المسؤولية ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم. أتكلم عن نفسه أن كل تركيزه حاليا مع منتخب مصر، وبيفكر فقط للوصول لأعلى نقطة مع منتخب بلادي. وعلى المستوى الشخصي أسعى للوصول لأبعد درجة بالتأكيد، ولكننا الآن نستعد لخوض مباراة ودية مهمة أمام منتخب الجزائر. هي تصريحات مهمة ومتوازنة من نجمنا طبعا نجم مصر مصطفى محمد. وعجبني الكلام على الجماهير وإحساسه بقيمة الجماهير ووجودهم، وأنا أعتقد بيبقى في تفاعل مختلف جدا للعيبة منتخب مصر دي، يمكن مش كتير منهم اتعرض لضغط جماهيري، فبتبقى فرصة جيدة إن يشوف الحجم الحقيقي للمنتخب لجماهير منتخب بلده. كمان كان في اجتماع اللي هو الفني بخصوص المباراة في الامارات ما بين مصر والجزائر، والاجتماع الفني يعني اسفر عن ان منتخب مصر هيلبس التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، لكن منتخب الجزائر هيلبس الطقم الاخضر الكامل اللي مشهور بيه. وطبعا عارفين بكره ان المباراه ان شاء الله الساعه 7 مساء الاثنين على استاد هزاع بن زايد. وحضر الاجتماع الفني علي محمد علي اداري منتخب مصر، وعبد الله سيد مدير مهمات منتخب مصر.